كنت تشوفوا الى ما تالي الامور في هذه المدينه، الكتمان الكتبان من الحصى في كل جهه، وخاصه في حي السعاده. هذه المنطقه اللي راه عارفه واحد الخندق من الصرف الصحي اللي الاشغال ديالو هذه تقريبا عام وهي كاينه، والساكنه راها تعاني الامرين في هذا الحي، خاصه في هذا الحي. ريحه غريلو ناموس، الطريق كانت مقطعة علينا بواحد اللي مدة واحد الشهرين، ولا هي مقطعة في واحد الجهة ديالنا بعدا. السيارات ما عندهمش بين يفوتوا، خصهم يدوروا الدورة كبيرة عاد يوصلوا. المهم واش نقول لكم، هاد الشيء راه لا يحمد عقباه، وهذا النداء ديالي هو نداء من جميع سكان مدينة أحفير المسؤولين، اللي باش خصهم ينظروا في هذه القضية وما يخليوش هذه الأعمال عشوائية. يعني قبل ما ندخلوا في شي مزايدات ولا شي حاجه اللي غادي نحملوا المسؤوليه مباشره لواحد الجهه من دول اخرى، حنا بغينا نتكلموا غير المعاناه ديال الساكنه. هذا المشروع هذا ففي الحقيقه سبب واحد المعاناه كبيره للناس، لانه مزيان حنا ما نمشيوش في ذاك النقد الهدام. تطهير السائل مشروع مهم جدا بنيوي، غير القضيه اللي خصنا نعرفوها مزيان انه لونيب يعني المكتب ديال الماء الصالح للشرب راه غادي يدخل في واحد المشروع استثماري. المشروع الاستثماري اللي غادي يعود لهم بالنفع. على سبيل المثال في المستقبل مشاريع اخرى اللي غادي تربط مع الريزو، يعني الشبكه اللي كاينه راه غادي تادي على هذا الربط هذا. يعني ما نبقاوش زعما نقولوا ودي راه مشروع بنيوي وكل شيء مزيان وكل شيء، ولكن ما خصناش نهضروا، لانه الناس حنا عندنا في احفير مدينه معروفه بالجاليه. عندنا بزاف ديال ابناء احفير خارج الديار المغربيه، مين غادي يجيو في الصيف عندهم العطله ديالهم ما كتعداش 20 يوم شهر. فهاد الناس هادو راه ما يقدروش يفوتوا العطله ديالهم في واحد الظروف اللي ما تسمح لهمش. انا نحمل واحد الجهه كما قلت لك من دون اخرى، ولكن هذا التاخير في المشروع ولا هذا يعني الاوراش المتعدده الاماكن، يعني هنا لهيه كذا، من في الحقيقه كان حريق بهم انهم يخدموا في العقليه ديال لي ترونش، يعني الاشطر كملوا واحد الشطر ونخدموا شطر اخر باش ما توقعش واحد النوع ديال الفوضى. وكل يعني كيتفق او يعرف بان ما تحفظ تمر واحد الاوضاع اللي هي مزريه جدا، اللي عرفتها بعد الاشغال ما يسمى بالاشغال ديال الطهير السائل. في الحقيقه كنا ننتظروها تكون واحد النعمه على الساكنه اللي فرحوا، لان كان واحد المده ديال 10 سنوات ننتظروها باش تخرج للوجود. للاسف الشديد هاد الاشغال اللي اصبحت يعني كتمشى بواحد الطريقه يعني متاخره جدا، واصبحت انها مجرد اوراش يعني تخدم بواحد الشكل عشوائي ومتفرقه داخل يعني المدينه، ما ليست هناك يعني مراقبه لا من الناحيه التقنيه او الفنيه، وهذا اللي نتج عنه واحد التسيب ونتج عنه بعض المعاناه اللي اصبحت جد سلبيه على الساكنه احفير. مثلا كنحكيو على يعني جميع الازقه ديال المدينه اصبحت مهترئه، لا تصلح حتى يعني للمشي، حتى على الرجل ما يعني تصلح. وحنا في الفتره ديال الصيف اللي كتزيد المعاناه ديال احفير زياده هذه الاشغال اللي اثرت علينا، واللي اصبحت الازقه كما اشرت يعني كتعرق السير، كتعرق يعني حتى باش تسكن قدام هذه الطرقات. انا نطرح واحد السؤال هنا، كيعلقوا لنا دي بانو باللي نشكركم على التفهم وعلى هذا الازعاج الى كذلك، وحنا كنقول لهم حنا في الاول كنتفاهموا وكنصبروا، ولكن الى طالت المده راه كاين تدمر كبير. انا من المواطنين، انا الان كنشعر بواحد التدمر وواحد الغضب تجاه انجاز هذا المشروع. فبالاحرى ان المواطن، وحنا كما تعرفوا عندنا جاليه كبيره في الخليج، وربما عدد المركبات والسيارات الفيكول يمكن غادي تملتيبليا تضرب واحد 10 ولا 20 مره. لذلك انه انا ارى انه من الواجب على المسؤولين باش انهم يعملوا على عدم اغضاب الساكنه وعلى انجاز هذا المشروع بالطرق. هذا مشروع انترناسيونال، نقدر نقول لك البيدجي ديالو 10 المليار ماشي سهله، لذلك ان حتى الامكانيات اللي طرحت بانجاز المشروع خصها تكون في مستوى هذا الغلاف المالي. والا الا كانت المال العام يمشي ب 10 المليار والانجاز غادي يكون انجاز بواحد المستوى اللي يكون ضعيف قياسا مع الغلاف المالي، فهذا اسف انا نتاسف له كثير. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.